وإلى دهر الداهرين. هلما نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلما نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلما نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. بارك يا نفس الرب، أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا الاعتراف وعظم الجلال لبست. أنت المتسربل بالنور كالثوب، الباسط السماء كالخيمة، المثقف بالمياه علاليه، الجاعل السحاب مركبة له، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على استيطاقها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين. رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، ترتفع فوق الجبال وتنخفض إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسست لها، جعلت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض. أنت المرسل العيون في الشعاب، في وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، إليها تقبل حمير الوحش عند عطشها، حولها طيور السماء تسكن من بين الصخور تغادد بأصواتها. أنت الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض. أنت الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبز من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان. تروى أشجار الغاب، أرض لبنان التي غرستها، هناك تعشش العصافير ومسكن الهيرود يتقدمها. الجبال العالية للأيلة وصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلم فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتلتمس من الله طعامها. أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيارها ربضت، يخرج الإنسان إلى عملي وإلى خدمتي حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك. هذا البحر الكبير الواسع، هناك دابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار، هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت. تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، يا لذ له تأملي وأنا أفرح بالرب. ليبد الخطأة من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها، بارك يا نفس الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلم فكان ليل، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله، هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله، هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله، يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى رب نطلب، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى رب نطلب، من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورعن وخوف الله إلى الرب نطلب، من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكلوس والشعب إلى رب نطلب، من أجل حكام هذا البلد ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى رب نطلب، يا رب ارحم، من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى رب نطلب، من أجل اعتدال لهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى رب نطلب، يا رب ارحم، من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتلمين والأسرى وخلاصهم إلى رب نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب، يا رب
وعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيري على يسوع. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار ولم يقف في طريق الخاطئين ولم يجلس في مجلس المستهترين، بل في ناموس الرب هواه وبشريعته يلهج نهارا وليلا، ويكون كالعود المغروس على مجاري المياه الذي يعطي ثمره في حينه وورقه لا ينتثر، بل كل ما يصنع ينجح. لا كذلك الأشرار، لا كذلك، لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض. لذلك لا تقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخاطئون في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتبيد. لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالأباطيل؟ قامت ملوك الأرض واجتمعت الرؤساء جميعا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع ربوتهما ونلقي عنا نيرهما. الساكن في السماء يضحك منهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه ويروعهم بسخطه: أنا أقمت منه ملكا على سهيون جبل قدسه منذرا بشرعة الرب. الرب قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأملكك جميع أقاصي الأرض، فترعاهم بعصا من حديد وتسحقهم مثل وعاء من فخار. فالآن يا أيها الملوك تفهموا، يا جميع قضاة الأرض تأدبوا، عبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة، إلزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق، لأن غضبه يتقد بسرعة. فتوبى للذين عليه يتوكلون أجمعين. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي: لا خلاص له بإلهه. أما أنت يا رب فناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا ركضت ونمت ثم قمت، لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني بلا سبب. أسنان الخطأة سحقت لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا نطلب. وعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين.
فأقم صلاة فمي وبابا حسنا على شفتي لا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا مع الناس العاملين الإثم ولا أتفق مع مختاريهم سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخطيئ فلا يدهن به راسي فإن صلاتي أيضا لمسرتهم قد ابتلعت قضاتهم ملتصقين بصخرة يسمعون كلماتي فإنها قد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم فإليك يا ربي يا ربي عنايا وعليك توكلت فلا تنزع نفسي احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن معاثر صانعي الإثم تسقط الخطأة في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى أن أعبر بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرع أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه أخبر عند فناء روحي مني أنت تعرف سبلي في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفى لي فخا تأملت في الميامن وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المهرب مني ولم يوجد من يطلب نفسي فصرخت إليك يا ربي وقلت أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء أنصت إلى صوت طالبتي فإنني قد تذللت جدا نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك هلموا نسجد للإله الكلمة الذي ولد من الآب قبل الدهور وتجسد من العذراء مريم فإنه قد احتمل الصلب وأسلم إلى الدفن كما شاء ثم قام من بين الأموات وخلصني أنا الإنسان الضال إياي ينتظر الصديقون حتى تجازياني لنسبحن مع رؤساء الملائكة قيامة المسيح فإنه هو فادي نفوسنا ومخلصها والمزمع أن يأتي بمجد رهيب وقدرة عزيزة ليدين العالم الذي برأه من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لصوتي إن الملاك قد كرز بأنك سيد يا من صلب وقبر إذ قال للنسوة تعالينا وانظرنا إلى المكان الذي كان مضطجعا فيه الرب فإنه قد قام كما قال بما أنه القدير فنسجد لك يا من وحده منزه عن الموت ونطلب هاتفين أيها المسيح المانح الحياة ارحمنا لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي بصليبك قد أبطلت لعنة العدو وبدفنك قد أمت عزة الموت وبقيامتك قد أنرت جنس البشر
فنهتف إليك أيها المسيح إلهنا المحسن المجد لك. إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يثبت، فإن من عندك الاختفاء. إن أبواب الموت قد فتحت لك يا رب خوفا، وبوابي الجحيم إذ رأوك ارتاعوا، فإنك حطمت أبوابه النحاسية وسحقت أمخاله الحديدية، وأخرجتنا من ظلمة الموت وذلاله وكسرت أغلالنا. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. لنشدون بأفواهنا مرنمين ترنيمة الخلاص وهاتفين، هلموا نخر كلنا في بيت الرب ساجدين وقائلين: يا من صلب على خشبة وقام من بين الأموات ولم يزل في أحضان الآب، اسفح عن خطايانا. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب. يا صليب الرب المشوق إليه من العالم، أشرق بروق نعمتك البهية في أفئدة مكرميك ومصافحيك بمحبة إلهية. يا من بك اضمحلت كآبة العبرات، ونجونا من فخاخ الموت، وانتقلنا إلى سرور لا يفنى، أظهر لنا بهاء جمالك مانحا جوائز الإمساك لعبيدك الطالبين بإيمان معونتك الغنية والرحمة العظمى. فإن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثام. افرح أيها الصليب الحامل الحياة، يا فردوسا بهيا للبيعة، يا من أينعت لنا عود عدم الفساد والتمتع بالمجد الأبدي، يا من بك تطرد مواكب الجن وتفرح طغمات الملائكة معا وتعيد محافل المؤمنين. أيها السلاح الذي لا يقاوم والركن الذي لا ينصدع، نصر الملوك وفخر الكهنة، منحنا أن ندرك آلام المسيح وقيامته. سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب. افرح أيها الصليب الحامل الحياة، نصر العبادة الحسنة الذي لا يغلب، باب الفردوس ثبات المؤمنين، سرور الكنيسة الذي به اضمحلت اللعنة وبادت وانبلعت قوة الموت وارتفعنا من الأرض إلى السماوات. أيها السلاح الذي لا يقاوم معاند الشياطين، مجد الشهداء وزينة الأبرار بالحقيقة، ميناء الخلاص المانح العالم الرحمة العظمى. لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد. هلما أيها الزوج المجبولان أولاً، اللذان سقطا من المصافي العلوي بحسد قاتل الإنسان من تلقاء لذات مرة ناتجة من مذاقة العدو، من مذاقة العود قديماً، ها قد يوافي العود الكلي جلاله بالحقيقة، فبادرا إلى قبلته بفرح هاتفين إليه بإيمان: أنت ناصرنا أيها الصليب الكلي وقاره، الذي لما تناولنا من ثمرته حصلنا على عدم الفساد، واتخذنا عدنا الأولى ثابتة ونلنا الرحمة العظمى. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المسيح إلهنا، يا من اقتبلت الصلب طوعا لأجل قيامة جنس البشر العمومية، وبقصبة الصليب خضبت أناملك بالدم، وبصبغة عندمية كتبت لنا الغفران بسلطان ملوكي، لأجل مودتك للأنام لا تهملنا في الأخطار مبتعدين عنك، بل ترأف يا طويل الأنات وحدك على شعبك المضنوك، وانهض لمحاربة مقاتلينا بما أنك قادر على كل شيء. الآن وكل آوان وإلى دهدي داهرين آمين. أيا أتوها البتول إن ظل الشمس
الحكمة فلنستقيم لنقل جميعنا من كل نفوسنا ومن كل أذهاننا لنقل أيها الرب الضابط الكل إله أبينا نطلب إليك فاستجب وارحم كيريا ليسون حمنا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجيابنا ورئيس كهنتنا سلوى كيريا ليسون وأيضا نطلب من أجي إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح يا رب ارحم وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين ساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجل جميع المنتقلين من أبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين راقدين ها هنا وفي كل مكان كيريا ليسون وأيضا نطلب من أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان والعاملين على بناء هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار والذين يتعبون ويرتلون فيه ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى يا رب ارحم لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة مبارك أنت يا رب إله آبائنا مسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك
مبارك أنت يا رب علمنا وصاياك، مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك، مبارك أنت يا قدوس أنرنا بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ورحم، أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. رب نسأل استجب يا رب، ملاك سلام مرشدا أمينا حافظ نفوسنا وأجسادنا. رب نسأل ورسوك مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. الرب نسأل استجب يا رب، صالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسأل ورسوك أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. الرب نسأل ورسوك تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك، لنحن رؤوسنا للرب لك يا رب. أيها رب إلهنا، يا من طأطأ السماوات ونزل لخلاص جنس البشر، انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك، فإن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخضعوا أعناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر، غير منتظرين المعونة من البشر بل منتظرين رحمتك ومتوقعين خلاصك. فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل، مصونين من كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة، ليكون عز ملكك مباركا وممجدا أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. إن قيامتك أيها المسيح المخلص أنارت كل المسكونة، وبها استدعيت جبلتك، فيا أيها الرب القدير المجد لك. الرب قد ملك والجمال لبس، لبس الرب القوة وتمنطق بها. لقد أبطلت بالعود لعنة العود يا مخلص، وأمدت بدفنك عزة الموت، وأنرت بقيامتك جنسنا، فنهتف إليك أيها المسيح إلهنا المانح الحياة المجد لك. لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. إنك لما ترأيت مسمرا على الصليب أيها المسيح غيرت جمال البرايا، والجنود طعنوا جنبك بحربة إيضاحا للقسوة البشرية، والعبرانيون سألوا أن يختم قبرك جاهلين سلطانك، لكن يا رب يا من لحنو جوانحه اقتبل الدفن وقام لثلاثة أيام المجد لك. لبيتك ينبغي التقديس يا رب إلى طول الأيام. لقد كابدت الآلام طوعاً من أجل المائتين أيها المسيح المانح الحياة، وانحدرت إلى الجحيم باقتدارك، فاختطفت الذين كانوا هناك ينتظرون مجيئك كأنما من يد جبار عزيز، ومنحتهم أن يسكنوا الفردوس عوضاً عن الجحيم. فامنحنا نحن أيضاً الممجدين قيامتك لثلاثة أيام غفران الخطايا وعظيم الرحمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين.
يا رب، كما آزرت في القتال داود الكلي الوداعة وأخضعت له الغريب الجنسي، كذلك حارب مع ملكنا المؤمن واضحض أعداءنا بسلاح الصليب، وأظهر لنا مراحمك القديمة أيها المتحنن، وليعلموا يقينا أنك أنت الإله، وباتكالنا عليك نقهرهم بشفاعة والدتك الطاهرة كدأبها دائما، بأن نفوز بالرحمة العظمى. الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجه كل الشعوب، نورا لاستعلان الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا، من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. عندما انحدرت إلى الموت أيها الحياة الذي لا يموت، حينئذ أمت الجحيم ببرق لاهوتك، وعندما أقمت الأموات من تحت السرى صرخ نحوك جميع القوات السماويين. أيها المسيح الإله معطي الحياة المجدولة، المجد للأب والابن والروح القدوس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين، آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين، آمين. إن جبرائيل لم أتفوه نحوك أيتها العذراء بالسلام، فمع الصوت تجسد سيد الكل فيك أيتها السفينة المقدسة، كما قال داود الصديق، وظهرت أرحب من السماوات حاملة خليقك. فالمجد للذي حل فيك، المجد للذي أتى منك، المجد للذي عتقنا بولادته منك. صوفيا، المسيح إلهنا الذي هو مبارك كل حين، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. ليوطد الرب الإله الإيمان القويم، إيمان المسيحيين الحسنين العباد الأرثوذكسيين،
مع هذه الكنيسة المقدسة إلى أبد الدهور آمين. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا أنك والدك الإله إياك نعظم. المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها الأب القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات بشفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي بطلبات القوات السماوية المكرمة العديمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المطلقين بالظفر من الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين يواكيم وحنة جدي المسيح الإله والقديس البار جورجيوس والقديس البار زوسيموس اللذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع القديسين، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. بصلوات يا بين القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا.